والله ما بقدر اكثر من هيك. لك شو ما بقدر اكثر من هيك؟ ما شايف السيارات، السيارات عم تطير مشان بدنا نستعجل. عم وين موبايلي؟ وين موبايلي؟ شو بعرفني انا موبايل؟ ليكون واقع مني بالمحكمة. اعطيني موبايلك. موبايلي مو معي. جد عم تحكي؟ الله وكيلك، انا محسوبك عزابي، كنت عم بجلي امبارح واقع بالمجلى ولهلا عم طلب مصلح ما خلص. هلا اذا مشان الوحدات خلص، انا بعبي لك وحدات، لا تاكل هم. يا سيادة حضرة الرقيب، الله وكيلك موبايلي مو معي. بالتصليح. عن جد عم تحكي؟ ايه. في ارضي بيمشي الحال. شو هالمصيبة هاي؟ شو هالمصيبة هاي؟ عثمان، صحيح الكلام اللي سمعته؟ هذا من قتل؟ نعم سيدي. كيف انقتل؟ ومين اللي قتله؟ لا وين؟ بالقصر العدلي؟ سيدي نحن أخذنا إفادة بعض الشهود، بس القصة معقدة شوي. لك شو معقدة؟ رجل كان عندي من ساعتين بالمكتب، بعته بشغلة صغيرة، ينقتل؟ سيدي أرجوك تهدى شوي. نحن عم نحاول نجمع بعض المعلومات، بس أنا بطلب منك تساعدنا شوي. الحما اجمعوا اكبر كم من المعلومات وجيب منصور وطلعوا لعندي. حاضر سيدي. تفضلي. اي ماما. اي ماما. اي حبيبتي. لا لا لسه. اي وين المشكله؟ ماما وإذا ما عميرت لساته بالشغل. إيه أو بيكون ما سمع موبايلي. خلص أنا رح أتصرف. هلأ شاهر هو بروح على القصر العدلي بيوصلني قبل على الكوفير. ماشي ماشي، بس شو قلتي لي اسم القاضي؟ منيب عبد الله. أوكي طبعاً برد لك خبر فوراً أول ما أعرف شيء. ماشي حبيبتي، يلا باي. يلا روقي. ماشي حبيبي، باي باي. خير شو القصة؟ ما بعرف، بابا ما عم يرد على موبايل ولا فكرة. يلا يلا بسيطة، إن شاء الله خير. شو ليش ما عم يرد لهلا؟ يا الله ليكون صاير معه شيء. فعل الله ولا فعلك، شبنا شايفك انت كمان قلتي ورح تلقيني معك. قوم قوم نروح انا وياك على القصر العدلي، خلينا نشوف شو المشكلة. انا غلي قلبي. ايه شايف. الرقيب نصر من عنا من الامن الجنائي، كان منزل رجال ارهابي موجودا على المحكمة، وهنيك بلش يطارد عالم حسب افادته لهذا الارهابي. بعدين دخلوا على المرافق العامة وكلبشوا بترازين الدرج، صار في ضجة وعجقة. مهم سيدي، حسب إفادة أحد الشهود اللي كانوا متواجدين بالمرافق العامة بهذيك اللحظة، أنه الرقيب نصر هرب وإيديه معباية دم. المهم هلأ يا أستاذ منيب، الرقيب نصر اختفى كليا، والناس اللي كان عم بيطاردهم ما بنعرف عنهم أي شيء. لك والسجين اللي كان معهم، السجين اللي كان معهم ما قدر يحدد اوصافهم جنسهم. سيدي السجين اللي كان معهم بسيط وعلى نياته. لو شلون ارهابي وعلى نياته؟ انت مو ملاحظ يعني انه هدول الصفتين ما بيركبوا على بعضهم ابدا؟ سيدي هذا السجين المغرر فيهم يعني لا بيفهم بالسياسه ولا بيفهم بشي، هو شاف اهل منطقته طلعوا ضد الدوله، حرقوا المفرزه وقتلوا العناصر هنيك، هو كان من هدول الأشخاص اللي حملوا سواطيل وقتلوا الناس. تأكدوا لي الشاب والصبية اللي حكيت لكم عنهم كتبوا كتابهم على بعض ولا لسه؟ أمرك سيدي. وحاولوا تعرفوا وين صفية أراضيه. هي شغلة بسيطة كتير، بس بعتقد إنه حتفيدكم كتير بالتحقيق. سيدي ممكن توضح لنا أكتر؟ قبل ما أوضح لكم، عائلة الأستاذ آدم أنتوا خبرتوهم ولا لسه؟ المفروض سيدي المفروض. لك شو المفروض؟ ضروري كتير، هذا ما بيجوز لا قانونيا ولا انسانيا. فورا سيدي فورا. ولو كني احسن ما اخلص عليك على الخالص. ها لح يا صرافه، شو نسيت انه البنت عروس؟ خف عليها شوي، اخطي خليك ورا.
شايفني قدامه يا معلم، هي انا وراه. برافو عليك. لك كأنه في حدا لاحقنا. شو؟ مثل ما عم قلك، سيارة من 10 دقايق ورانا على الدعسة ماشي. لك شو عم تحكي انت؟ شو عم تحكي؟ لك رادار؟ ليكون عم تتوهم؟ لك لا عم بتوهم ولا شيء. وعد يا ريم عمك، عيونك بسمرن عليه. حاضر. ها؟ يو، طب بلكي الزلمة طريقه على طريقنا وماشي بسرعة معه إسعاف. لك هل نخفف شوي لبين ما أتأكد؟ لك شو تخفف ما تخفف؟ شو عم تحكي انت يا زلمة؟ عطيها للصاجة شد؟ ولك انتو ما بتعرفوا انه انا قتل زلمة؟ ولك برقبتي في قتيل يا جماعة؟ التاني انا برأيي تشد بسرعة شوي. أوه. اذا دعس ورانا بيكون لاحقنا. طلع لك شي طريق فرعي. يلا عطيها. ولك حاجة تعني انت مثل الناعورة. الله يلطف يا رب، الله يستر. بدي خلص عليها. ها